ورجعنا لحضراتكم تاني وعايزين نتكلم عن القدوة ونتكلم على يعني حاجات كتيرة جدا تخص التربية. الحقيقة احنا مهتمين بقصة التربية لأن احنا محتاجين يتقلنا، الأب والأم محتاجين يتقلنا بلاش كده، لا اعمل ده أحسن من كده، بلاش تعامل ابنك كده. أنا مش بستمتع خالص بمفهوم التربية الحديثة والتربية القديمة، لكن بستمتع أكتر بفكرة التربية زي تطلع ابنك زي ما تربينا زمان، ابن أصول وجدع وكويس ومنتمي للمجتمع اللي هو فيه، مش كذاب مفهوش دفوهات كده، على قد ما تقدر على قد ما تقدر. ده بيجي ازاي؟ ده بيجي بالتربية، مش للقعدة على الوحدة للطفل. تعال نتكلم أكتر ونفهم أكتر. اسمحونا نرحب بالأستاذة مدونة ميلاد، استشاري تربوي ومدرب تعديل سلوك. أهلا بيك. أهلا بيك، منورانا. أهلا بيك، ميرسي. صباح الفل يا مدونة. أهلا بيك. أهلا بيك. أنا وقفت عند حتة كده اللي هي بدون قصد. يعني في أحيانا بيبقى أذى أو حاجات بنعملها عن قصد، إحنا عارفين بنعمل إيه كويس قوي، وهي دي دماغي وهي دي تربيتي، وزي ما أهلي ربوني أنا ربي ولادي ببقى عارف أنا بعمل إيه حتى لو غلط. لكن في حاجات بعملها أنا مش قصد أذي ولادي، بس بضرهم برضو. فتعليم كده نشوف إيه قيمة إن أنا اللي بتصرفه أو أبقى قدوة، ولادي مراية بتاعتي، يعني بالزبط. هيعملوا اللي أنا بعمله بالظبط. بصي، في الحقيقة أنا مش ضد الأهل خالص، حتى لو بيغلطوا كلنا بنغلط، فالأهل المهم بس ان هم يكونوا بيتعلموا، المهم ان هم يكونوا دايما بيدوروا ويشوفوا ايه هي المصادر الصح، ايه هي المعلومات الصح اللي ناخدها اللي نعرف نربي بيها اولادنا مع تحديات المجتمع. فالاهل بيبقى اوقات غصب عنهم فعلا ومن غير قصدهم هم بيبقوا بيعملوا التصرفات دي مع اولادهم، بس احنا اولادنا عاملين زي السفنجه بيمتصوا مننا كل حاجه وبيبتدوا يطبقوها مع المجتمع الخارجي، مع اخواتهم، مع اصحابهم في المدرسه. ففعلا اي حاجه بياخدوها من البيت في المقام الأول. البخل والكرم والترحاب بالناس من عدم الترحاب بالناس، هل دي حاجات هما بيتعلموها ولا دي بتبقى جينات جواها؟ لا طبعا دي صفات مكتسبة. بشوف بابا بيعمل ايه، بشوف ماما بتعمل ايه، وبعمل كده بالظبط. يعني انا برضو الاطفال بيبقوا صغيرين لدرجة انه انا شايف مين مثلي الاعلى في الحياة، بابا وماما. فانا هبقى بقلدهم هما اول حاجة، فاول حاجة عيني تيجي عليها هبقى بعمل زيها بالظبط. طب تعالي نشوف كده شوية حاجات من اللي احنا بنعملها من غير قصد. انا في واحده من صحباتي مش بحبها قوي، وهي للامانه يعني انا ليا حق، هي فضوليه وحشريه وبتتصل في اوقات غلط، وببقى مش عارفه اخلص من زنها ازاي. فطول ما انا قاعده اول ما بتيجي سيرتها اشوف رقمها على التليفون، يا ساتر انا ما شفتش حد حشري اكتر من كده، وبفضل اقول كلام. اكيد ولادي لما بيسمعوا اي كلام سلبي بابا وماما او بيقولوه عن حد بيتأثروا طبعا، لان انا هم بالنسبه لهم بيصدقوني طبعا. اتصرف في ده ازاي او بيأثر عليهم الكلام ده ازاي؟ احاول اتحكم في نفسي شويه، يعني احاول ما بينش كل مشاعري لولادي. طبعا ابين لهم المشاعر الجميله، ابين لهم الصفات الحلوه اللي انا عايزاهم يكتسبوها، بس ولادي ما لهمش ذنب ان في حد بيضايقني انا، في حد بيتصل في اوقات مش مناسبه ليا انا. فأخلي دايما في بالي ان هم زي السفنجة بيمتصوا مني حتى بلغة الجسد. ممكن ما كنش بتكلم، ممكن ما كنش بقول انا مش عايزة المكالمة دي دلوقتي، بس مجرد من شوية تصرفات بتبان عليا بيلقطوها على طول ويبتدوا ايه، ده احنا هنبتدي نتصرف على الاساس ده. طب انا كمان عايزة اسألك على ايه الحاجات انا كبابا مثلا اخد بالي منها، اوعى تعمل كده قدام العيال. طبعا زمان لو تفتكر بقى موضوع التليفون الارضي قول له يا حبيبي بابا مش موجود بالظبط، بس دلوقتي ما فيش، للامانه ما فيش كده خالص. انا اخر بقى هقفل موبايلي وخلاص، ما هو ما شافش مني الحته دي. لكن في حاجات انت هتقوليها لي، اوعى تعمل ده قدام ابنك حتى لو انت فيك الصفه الوحشه دي وهتعملها، بلاش قدام العيال. هي حاجات كتير الحقيقة، يعني يعني ممكن برضو نصنف حتة ما بقيناش نقول لو حد اتصل قول له بابا مش موجود، بس بقينا بنكذب بأشكال أخرى وبنبقى شايفينها ان لا ده احنا بنخبي بس عشان نحافظ على خصوصياتنا، علشان حدودنا. وجميل ان احنا نعلم ولادنا الخصوصية والحدود، بس في نفس الوقت نخلي بالنا احنا هل اللي احنا بنعمله ده كذب؟ هل اللي احنا بنعمله ده تخبية؟ هل هيوصل لولادنا بشكل سلبي فبالتالي هيبقوا بيقلدوه فيما بعد؟ انا اقولها لهم ازاي؟ يعني
انا عايزه اقول له مش كل حاجه تروح تقولها وتحكيها، والولاد ببساطتهم خلاص فبيقولوا كل حاجه طبعاً. يعني احنا اشترينا حاجه جديده في البيت، واحنا مش لازم يعني نقعد نقول لكل الناس جبنا، هو الولاد مبسوطين فممكن تروح يقول لحد، انا مش عايز الناس دي تعرف بابا جاب كذا وجبنا كذا في البيت وامبارح حصل كذا، هو الولاد فرحانين، وبالتالي الطفل التاني هيروح يقول لباباه ومامته، فاحنا بنبقى متضايقين، وافضل احفظ ابني اوعى تقول قدام فلان طبعاً. كذا ده مهم. طب احلها ازاي دي، ما الولاد شفافين. مهم جدا على فكره، انا قبل كده عملته نشاط في ورشه وسميته سر عائلي. ففي اسرار عائلية بتحصل جوه بيتنا مش من حق اي حد ان هو يعرفها، مش بنخبي عليهم بس دي حاجة خاصة بينا احنا، ومن هنا بنوصل لهم مفهوم الخصوصية، ان احنا مش بنخبي على الناس اللي حوالينا بس دي حاجة خاصة ببيتنا بس بعائلتنا بس. ده يا بابا ده عمه ده خاله ده مش عارف ايه حاجات كده، يعني عمه وخاله كمان هم كمان ليهم اسرار عائليه خاصه بيهم هم بس، من حقهم ان هم يحتفظوا بيها، ومش من حقنا ان احنا نكون فضوليين ونكون نعرفها. ماما قالت لي ما نقولكوش. ايوه بص بقى احنا جبنا كذا بس ماما قالت لي اوعى تقولوا لخاله. طب انا عايز اسالك يعني السن قد ايه اللي يستوعب الكلام ده؟ يعني انا اقدر ازرع اي صفه السن اللي هو 4 سنين ده رويتر بالظبط من سن 4 سنين اقدر ازرع اي صفه ايجابيه عايزه ازرعها في ولادي، ومش هزرعها بالكلام، ومش هزرعها اني افضل اقول ما تعملش او اعمل او اتصرف بالشكل الفلاني، لا هزرعها بشكلي انا، انا بتصرف ازاي، فطفلي هيبص عليا، هو بيبقى عينه عامله زي الكاميرا اللي بتصور، بتلقط الصور وبتخزنها عنده في الذاكره، فهيبقى بيشوفني انا شكلي عامل ازاي، بتصرف ازاي، بتكلم ازاي، بقول ايه في الاوقات المعينة دي، هيتصرف على أساسها. انت عارفة ما دولنا في القعدات بتاعت العيلة أو الأصحاب مع بعض بيبقوا الولاد الصغيرين بيلعبوا كلهم مع بعض، بس احنا في القعدة دي انا مش هروح ادخل الولاد أوضة، واحنا بقى طبعا بنقول زي الأكل كده كل ما لذ وطاب، كل اللي بيجي على بالنا بنقوله في القعدة دي، بس الولاد احنا معهم بس يا ولد بس يا بنت، بيبقوا هما رغم اللعب ممكن يكون في تفكيرهم مركزين معانا وسامعين كل الحوار. طبعا في اطفال عندها ذكاء سمعي رهيب، هم قاعدين بيلعبوا بس هما مركزين معانا احنا بنقول ايه، وبيلقطوا ده وفعلا بيخزنوه، وبنيجي نتفاجئ في مواقف مختلفه يبتدوا يخرجوا ايه ده انت سمعت امتى الكلام ده او اتعلمته منين. اتاري احنا واحنا في قعده العيله كنا بنقول الكلام ده والطفل خده وسمعه وخزنه وطلعه في الوقت التاني. بابا وماما اللي هو ممكن بابا يشغل يجند الطفل عشان ضد ماما وماما برضو ضد بابا، هقول لك على كذا بس ما تقولوش، هروح المشوار الفلاني بس ما تقولهاش، بص هجيب لك حاجه حلوه بس ما تقولش لماما كذا، ده بيبقى تاثيره ايه على الولاد؟ مشكله كبيره جدا، احنا كده بنعمل احزاب، بنوصل لاولادنا ان احنا بابا ده ممكن يكون بنخاف منه بيعمل تصرفات مش مقبوله، فاحنا بنحط بابا او بنحط ماما في حته مش هي دي الابوه والامومه. يعني مش هي دي كمان الحاجه اللي احنا عايزين نعلمها لاولادنا او العلاقه اللي احنا عايزين نبنيها علشان لما يكبروا شويه ويدخلوا في مرحله المراهقه نكون احنا مرتاحين في المقام الاول معاهم وفي طريقه التعامل معاهم. طب ازاي الطفل احنا بشكل غير واعي بندربه على الكذب فبيطلع كذاب، بنعمل ايه بيوصله لكده؟ بنكذب قدامه. اكتر حاجه تعلم ولادنا الكذب ان احنا نكذب قدامهم، من غير ما نقول لهم خبي او ما تقولش، لا هو هيشوفني انا في الموقف ده خبيت وده مش الحقيقه، ما هو عارف طفل ذكي جدا ومسجل بارع زي ما قلنا بيسجل بعينيه مجرد ان هو بس بيشوف الموقف، فمجرد ما هيشوفني انا في الموقف ده خلاص هيفهم ان ده العادي، هي دي الحاجه اللي انا هتعلمها. الله على مبدا كدبه بيضة ما فيهاش مشكله يعني. بالظبط بالظبط. اعتقد الاسوأ كمان يا مدن يعني لما انا بكون ام شديده لدرجه طبعاً. اني بضرب بعاقب بحرم طبعاً. بشكل مفرط، او اب كده بضطر الطفل بيضطر انه يكذب عشان يهرب من العقاب. ما هو العقاب القسوة التهديد الضرب دي كلها أخطاء تربية، إحنا أول ما بنخلف ولادنا بنبقى فاكرين إن الحياة كلها بنك والحياة كلها جميلة، وفجأة بنتصدم بالواقع بنلاقي الناس بس بيقولوا لنا كلمة واحدة بس، هو أنت لسه شفت حاجة بس، فبنتخض قوي فبيبتدي يصدر مننا تصرفات مش مقبوله، وبنرجع نقول هو احنا عملنا كده ازاي، بخاف ادلع الولد، بخاف اتكلم مع الولد مثلا باسلوب كده هادي اقول انا عايز اطلعه ناشف، عايز اطلعه جامد، عايز اطلعه راجل، والبنت بدل ما تطلع ميصه ولا تطلع دلوعه فاكسر للبنت ده يطلع لها 24 وماله ما تشدي شويه، فبنلاقي نصايح كده في التربيه حقيقة. اقف فين في حته في النص وتبقى
متزنه يعني ما تاثرش على شخصيه الولد، بالعكس هيطلع راجل ويطلع جدع. طبعا طبعا بتطلع فيها الاثنين، وماله بتطلع بنوته دلوع بس جدع في نفس الوقت. طبعا طبعا كنت في محاضره الاسبوع اللي فات وقام لسن ثانوي، الشباب ثانوي، وقام خادم على لسان الشباب ثانوي الولاد يتكلم ويقول احنا ما تعلمناش نعبر عن مشاعرنا كولاد، احنا ما تعلمناش ان نعبر عن مشاعر الحزن باننا نعيط. ما هو العياط ده بس مش قاصر على البنات، احنا كبرنا على انك راجل ما تعيطش، راجل ما تعبرش عن مشاعرك، راجل ما يبانش عليك اي حاجه في اي ظرف، فايه بقينا بنكتم جوانا، ودي كلها حاجات بتتخزن وبتتكبت وبتطلع في اوقات تانية. فزي ما حضرتك قلتي، لا عادي يا جماعة، دي مشاعر وبنعبر وبنكبر ولادنا بالشكل السليم، عايزينهم بعد 30 سنة يبقى شكلهم عامل ازاي، مش بنربي السنتين جايين. اديله فرصة يزعق، يعني هو مش يزعق فيا بس الواحد هو متعصب بيبقى خارج عن شعوره، يعني احنا الكبار لما متعصب يقول سيبوه يزعق لما يهدى يطلع الشحنه دي. طبعا ينفع اسمح لاولادي بالحته دي؟ لا دي جمله حتى ما ينفعش نطبقها علينا احنا ككبار. التعبير عن الغضب مهم جدا يكون ثلاث حاجات، ولا بيأذيني ولا بيأذي اللي قدامي ولا بيأذي ممتلكات حد. يعني ما ينفعش أأذي حد بالكلام، ازعق لحد، اكسر حاجه حد، لا ده مش مقبول. احنا عندنا عبر عن غضب بهدوئي. عندنا مشكلة في المفاهيم اللي احنا تربينا عليها، يعني انا ما ينفعش اعمل كده لان انا كده الواد هيطلع متدلع، التبديل الزيادة، بس ما ينفعش اعمل كده برضه عشان ما بقاش اب قاسي. فالواحد بيقف بصراحة ما بين حاجات كده بيبقى مش عارف، يعني الولد عايز مثلا فلوس، انا عايز ينزل يشتري حاجات، او مثلا هو رايح الرحلة او رايح النادي او رايح النادي مثلا، لكن عايز يشتري حاجات، بس انا مش عايز كل يوم اخليه يشتري حاجات عشان ما يبقاش يعني واد متدلع، او يجيب الحاجات اللي هو مش عارف اديله ما اديلوش، مش ببقى عارف اعمل ايه. الحماية الزايدة طبعا ليها مشاكل كتير جدا، والتدليل ليه مشاكل كتير جدا، بس مهم قوي اني اكون وانا بربي ولادي اكون بفرق ما بين الاحتياجات والطلبات، اكون بسدد لكم كل احتياجاتكم النفسية والمادية والاجتماعية، واكون اخلي بالي الطلبات ممكن تستنى شوية، يعني في حاجات ممكن نعملها كل اسبوع، في حاجات ممكن نعملها كل شهر، وده طبعا بيبقى بحسب الاتفاق ما بيني وما بين طفلي. والاب او الام مش ممانعين، هو معاهم ان هو يعمل كده، بس هو يقول مثلا انت بتروح النادي، الولد عايز بعد التمرين يدخل يتغدى مثلا بيتزا ولا يتغدى برجر او بتاع، فالاب او الام شايفين ده نوع من التدليل، ما يصحش ان هو كل مره لو بروح 3 مرات في الاسبوع يبقى كل مره يطلع يضرب وجبه مثلا ب 200 جنيه يعني حتى لو ابوه وامه معاه ال 200 جنيه بس يعني شايف ان ده نوع من الدلع، يعني دي تحصل مره كل اسبوعين، مره كل 10 ايام، حاجات كده. فازاي ان انا اوزن ده؟ دي قوانين عائلية كل بيت برضو مختلف فيها عن البيت التاني، وبنتفق فيها بحسب ظروفنا وبحسب حياتنا وبحسب ثقافتنا وتربيتنا. فاحنا بنقعد قاعدة مع أولادنا، وخصوصا لو سنهم كسر 8 سنين أو 10 سنين، يقدروا يفهمونا كويس قوي، يقدروا يسمعونا كويس قوي، نقدر نتناقش معاهم، ولو عملنا معاهم علاقة صحوبية بقينا أصحاب هيفهموا ويبقوا عايزين يسمعوا كلامنا، ما احنا خلاص اصحاب، كانك بتكلم واحد صاحبك او واحده صاحبتك، فبنقبل لبعض. لكن لو السن الصغير بنبقى محتاجين ان احنا كل شويه نفكركم، كل اقل من 8 سنين كل شويه نفكركم بالقاعده اللي احنا حاطينها، قاعده بيتنا، ان احنا مثلا بنجيب لعبه كل شهر او بنجيب لعبه كل اسبوع، فما ينفعش كل ما نبقى رايحين مكان نشبط في الحاجه او نبقى عايزين ناخد الحاجه. وزي ما قلت في فرق ما بين احتياجات والطلبات، الاحتياجات تحت اي ظرف لازم تكون مسددة. احنا محتاجين احنا اللي ناخد كورس مش الولاد يعني. نورتينا وسعدنا جدا بوجودك معانا استاذة مدونة ميلاد، استشاري تربوي مدرب تعديل سلوك. صباح الفل عليك يا مدونة. صباح النور. صباح النور. لسه معاكم، هنخرج لفاصل وبعدين نتقابل مع شركة نيوجيرسي للتطوير العقاري بعد الفاصل.